خلق جدل كبير هو محمد رمضان بعدما رقص مع مضيفات وصف أنهما أساءتا لمهنة الضيافة الجوية. بهذا الفيديو تصدر محمد رمضان من جديد عناوين الصحافة، وأعيدت للواجهة قضيته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر اللي تسبب ليه في إلغاء رخصة الطيران الخاصة به. الإعلامي طارق مرتضى يقول أن محمد رمضان لم يتعلم من الأزمة السابقة. المجتمع المصري بيلفظ كل التصرفات اللي بتخرج عن المبادئ أو عن القيم الراسخة اللي تعلمناها واتولدنا وتربينا عليها، تعلمها منا بعض الأشقاء في الدول المجاورة. فتصرفات محمد رمضان بتلاقي انتقادات، يعني لو جينا اتكلمنا على الترند هتلاقي أغلب التعليقات انتقادات، تصرفات مستفزة. يعني لو كان اتعلم من الموقف بتاع الطيار أو ندم عليه الراجل اللي اتحصر ومات بحصرته بعد ما كان واحد من القلائل على الخطوط المصرية، للأسف محمد رمضان وكأن موضوعه عدى، يعني ما حسش فيه رغم أن المجتمع المصري والمجتمع العربي كله لفظ هذا التصرف. ورمضان يعيد بنا الموضوع بعد موضوع لما شفنا المضيفة والموقف، نفس تقريبا الموقف مع الاختلاف، ده في كابينة الطيار ودي في قلب الطيارة نفسها، يعني وكأن الموضوع بالنسبة له مر وعدى وما تعلمش حاجة. طبعا حجم الانتقادات اللي بيقابلها دي، التعليقات اللي عملت له ترند، للأسف الشديد الناس بتنتقد وبتاخدش بالها انها بتعمل له ترند وهو فرحان بده. لكن هل تصرفات محمد رمضان تقلل من نجوميته أم تزداد مع كل ترند؟ طبعا كل التصرفات السلبية اللي المجتمع بيلفظها بتنال من نجومية رمضان، يعني هو برضه مش متخيل ومش حاسب إن نجوميته بتقل وبتتقلص، ولو كان في قلب 5 أو 10 هيلاقي التلتين مش مبسوطين منه وتلت مبسوط منه اللي هم الولاد الصغيرين. فدي سنة واثنين وثلاثة 5 بالكتير هيبقى رمضان ذكرى، محدش هيفتكر ليه إلا الأحاجات السيئة فقط. ومحمد رمضان بيتواجد حالياً مع كوكبة من النجوم بمهرجان الجونة السينمائي بدورته 5، لكن الإعلامية ناردين فرج قدمته لحاله على المسرح بدون ذكر رضوان ونعمان بالعياشي. وطبعاً جمهور كبير استاء من هذا التصرف، لأن رضوان نجم مغربي عربي وعالمي، وعدم ذكر اسمه مجحف في حق نجم أعطى فنياً الكثير للعالم العربي. لكن زوجته المصممة ليلى عزيز وصفته بالأسطورة، كذلك نعمان بالعياشي نجم ليه اسمه وجمهوره في المغرب، وهذا التصرف غير مقبول. ونتواصلت مع ناردين فرج للاستفسار أكثر ولكنها لم ترد. هالدورة صار عليها لغط كبير، وكذلك إطلالات النجمات كانت من جيدة إلى كارثية. الصراحة فهد في فساتين حلوة بس في فساتين كانت سيئة جداً. صراحة ويا أنا بشوف أنه الذوق بعض الفنانات يعني للأسف سيء.